رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، من بعد ما تعرفنا على علوم الجو، ونروح الآن إلى نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، حيث يتابع نديبنا عبد الرحمن المري تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني وإطلاق الشعار الجديد. شكرا لك، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام. في اليوم الأول من مارس اللي صادف اليوم العالمي للدفاع المدني، حيث تقيم الإدارة العامة للدفاع المدني فعالية خاصة بمناسبة هذا اليوم، تتضمن تدشين شعار لليوم العالمي للدفاع المدني. تدشين الإدارة العامة للدفاع المدني لهذا الشعار هو الدفاع المدني ضمن الدفاع المدني ومخاطر الكوارث ضمن التنمية المستدامة، هذا الشعار اللي تم اتخاذه من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني. الحديث أكثر عن دور الدفاع المدني خلال هذه السنة، نستضيف معنا العميد حمد عثمان الدهيمي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، اللي بيكلمنا أكثر عن دورهم خلال هذه السنة. مرحبا بك عميد حمد عبر شاشة قناة الريان. الشعار دفاع المدني والحد من مخاطر الكوارث ضمن التنمية المستدامة، شعار جدا مميز تم تدشينه قبل قليل، لو تكلمنا أكثر عن اختيار هذا الشعار. طبعا شعار اليوم العالمي للدفاع المدني الحد من مخاطر الكوارث ضمن التنمية المستدامة هو شعار يعني بشركاء الدفاع المدني في التنمية المستدامة، خاصة احنا نتكلم عن الحد من مخاطر الكوارث اللي هم المدارس وشركاء الموجودين الشركات الداعمة للدفاع المدني في هذا اليوم. فهذا الشعار طبعا يتم تنفيذه وتطبيقه ان شاء الله السنة هذه، والجهات اللي هي المعنية في الأمر هذا طبعا خاصة المدارس، وبتكلم طبعا عن اللي هو مشروع أو بيتم تطبيقه إن شاء الله درب الأمان، والمعني به المجلس الأعلى للتعليم والتعاون معه والتنسيق معهم بخصوص نشر الوعي ونشر ثقافة الدفاع المدني في جميع مدارس دولة قطر. نعم عميد حمد، تكلمنا أكثر عن البرامج المستقبلية أو البرامج اللي راح تنفذ خلال هذه السنة. عارفين دور الدفاع المدني دور مهم جدا في الحد من المخاطر خاصة خلال هالسنة، وفي السنة القادمة من تاريخ 1/3 إلى 1/3 اليوم العالمي للدفاع المدني في السنة الجاية 2016 إذا الله أحيانا، دوركم مهم عميد حمد، أنتم كإدارة العمليات كمدير إدارة العمليات في الحد من المخاطر خاصة في دولتنا الحبيبة قطر، وما تشهدها من بنية تحتية وتوسع عمراني كبير. طبعا لا يخفى على الجميع أن دور الإدارة العامة للدفاع المدني ومن ضمنها إدارة العمليات حاليا نقوم بواجب اللي هو توعية الجمهور على خطط الإخلاء على مدار السنة، سواء السنوات السابقة ولا القادمة. فالإخلاء من أهم الأشياء اللي احنا طبعا داخلة من ضمن مخاطر الكوارث، بتوعية جميع المؤسسات الحكومية والمدارس خاصة في هذا الجانب، بالإضافة إلى إن شاء الله أن السنة هذه طبعا معرض ومؤتمر الدفاع المدني اللي يتم في 2015، من ضمنها بعد اللي هي خاصة بالتوعية جانب كبير منه بالتوعية المستدامة. فهذه هي الفعاليات طبعا لإدارة العمليات دائما وأبدا تقوم بزيارة اللي هي المنشآت أو المناطق اللي هي من ضمن اختصاص نطاقها، وتوعية الجمهور بالنقطة هذه اللي هي المخاطر. عميد حمد، أتكلم عن الكادر البشري أو الموارد البشرية اللي تم استقطابها لإدارة العمليات. طبعا إدارة الدفاع المدني تقوم بجهد كبير في استقطاب الموارد البشرية أو الناس أو المواطنين والمقيمين حتى في دورهم في إدارة العمليات، وهذا دور مهم خاصة ما تشهده من مخاطر كبيرة. دوركم أيضا في توعية الموظفين مثل الخوض خاصة في الدفاع، نقدر نقول الدفاع عن الوطن بشكل كبير، لأن يعتبر الدفاع عن الوطن الواحد يأخذ يجازف في حياته لأجل الآخرين، وهذا جدا مهم ممكن أنتم تزرعونه حتى في رجال الدفاع المدني. طبعا رجال الدفاع المدني في هذا الجانب احنا ذكرناها ان قلنا رجال الدفاع المدني مضحين بانفسهم في سبيل انقاذ طبعا الاخرين. دورنا بان نكثف عليهم الاول اللي هو الدورات التخصصيه في مجال مهاره العمل او انه يشتغل في عمله بمهاره.
كذلك طبعا من الاساسيات اللي احنا نسويها في اداره العمليات بان احنا نقوم طبعا اللي هو باستقطاب المدارس والمجتمعات للمراكز نفسها اللي في نطاق الاختصاص، ونسوي الفه ما بيننا وبين اللي هي الجهات اللي جايه المدارس هذه. في بهذه الطريقه طبعا احنا نكسب طلبه المدارس، نكسبهم في نعرفهم باعمال الدفاع المدني، بواجبات الدفاع المدني، بالتضحيات اللي يقوم فيها الدفاع المدني، بالسيارات اللي موجوده بالمراكز. فهذه نوع يعني من انواع اللي هي التوعيه ونشر ثقافه السلامه. نعم عميد حمد، قبل ما نختم نبدا سريع عن الفعاليه اليوم اللي بتكون في المسرح في نادي ضباط بالاداره العامه للدفاع المدني، ايش كانت وايش رسيتم ايضا تكريم الجهات المشاركه والجهات الراعيه معكم؟ طبعا تكريم اليوم او الفعاليات اليوم بكلمه من السيد مدير عام الاداره العامه للدفاع المدني والساده مدراء الادارات تشتمل على واجباتهم وتشتمل على شكرهم وشكر المجتمع المساند او الجهات المسانده للدفاع المدني، بالاضافه الى طبعا مسرحيه من قبل مدرسه عمر بن الخطاب الاعداديه، مشكورين لهدف التوعيه وتكريم شركاء الدفاع المدني زي ما ذكرت بالاعمال او ان هم يرون ان اعمال الدفاع المدني تستحق ان دعمهم. فاليوم هذا يوم الدفاع المدني، نشكرهم على دعمهم هذا. نعم لا شكر على واجب صراحه يستاهلون كل من شارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني. رساله اخيره تحب توجهها العميد حمد لكل من يشاهدنا، خاصه انتم كاداره العمليات تقومون بجهد كبير ومجازفه بحياتكم لاجل بلدتنا الحبيبه قطر. طبعا رجال الدفاع المدني اللي يعملون في مراكز الدفاع المدني والمستجيبين لاي بلاغ نخصهم بهذا الشكر، نخصهم بهذا التكريم اليوم، تكريم لهم المضحين بانفسهم في سبيل انقاذ الاخرين. نوجه لهم كلمه شكر وندعو لهم ان شاء الله بان الله يحفظهم من كل مكروه، وان شاء الله تكون السلامه لهم للمجتمع بشكل عام. ان شاء الله السلامه للكل باذن الله تعالى. كل الشكر للعميد حمد عثمان الدهيمي مدير اداره العمليات بالاداره العامه للدفاع المدني. مشكور عميد حمد، الله يعطيك العافيه، مشكور وما قصرت، الله يعطيك العافيه، مع السلامه. شكرا عبد الرحمن ويعطيك العافيه، والشكر موصول ايضا لضيفك الكريم. والان مشاهدينا عندنا جولتنا بين الاخبار العالميه اللي انقلتها وكالات الانباء. نبدا مع هذا الخبر من الولايات المتحده الامريكيه، حيث تمكن رجل ضرير من رؤيه اسرته لاول مره منذ 10 سنوات، وذلك بعد ان زرع له الاطباء عين الكترونيه جديده تعوضه عن فقدان البصر. ورصدت كاميرا الصحفيين بفرحة المواطن اللي فقد بصره بعد إصابته بالتهابات في الشبكية. العين الصناعية انزرعت في حدقة العين وبدأت تؤدي وظيفة شبكية العين، وهي عبارة عن قطب كهربائي يجمع الأشعة الضوئية ويحولها إلى إشارات كهربائية يمكن للعصب البصري نقلها إلى مركز الإبصار لرؤيتها. وهذه الشبكية الإلكترونية تحتوي على 60 نقطة فقط لتحفيز عملية نقل الصورة، في حين تحتوي شبكية العين الطبيعية على ملايين الخلايا اللي تجمع الضوء وتحوله إلى إشارات كهربائية. عندنا أيضا الآن نروح إلى جمهورية التشيك اللي قال فيها علماء أنهم نجحوا في الوصول إلى نوع جديد من أنواع الوقود الحيوي. هذا الوقود الجديد يحتوي أو يعتمد على الاستفادة من بقايا دباغة جلود الحيوانات بدل حرقها، بما يساهم في تخفيض سعر الوقود والحد من تلوث البيئة في نفس الوقت. ويعتمد العلماء على فكرة تذويب الروابط العضوية بين الجلود والدهون الناجمة عن صناعة المدابغ، بما يعد أحد مصادر وقود الديزل الحيوي، وتمثل هذه الروابط أيضا واحد من مصادر التسمم الصناعي قبل أن ينجح العلماء في تحويلها إلى وقود في إطار التجارب العلمية، حيث لم يحسم العلماء التشيكيين
إمكانية تطبيق هذا الأسلوب على النطاق التجاري بعد. ما زلنا طبعا في عالم الابتكارات، ولكن في مجال آخر وهو مجال الموسيقى. ابتكر باحثان من جامعة دبلن في اسكتلندا نظام إلكتروني تخيلي جديد يتيح لمستخدمه قرع الطبول بدق الهواء دون وجود هذه الأجهزة الحقيقية. النظام الجديد أطلق عليه الباحثين اسم إيرودرامز، ويقولون أن أول مجموعة طبول كاملة بلا طبول، ويتم نقل موجاتها إلى مستخدم النظام مباشرة عبر سماعات أذن. والغرض من الابتكار هو خدمة هواة عازفين، يعني هذه الأجهزة اللي لا يجدون مكان كافي لآلاتهم، واللي لا يرغبون في إزعاج الآخرين بدقات الأجهزة هذه. طبعا من هذه الجولة في الأخبار بين الأخبار العالمية نعود إلى الدوحة ونتابع في التقرير التالي ختام المسابقات الوطنية السابعة للروبوت. الروبوتات تتنافس في إطار مسابقات بطولة الروبوت الوطنية السابعة، مسابقة شاركت فيها أكثر من 60 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية. المشاركون تباروا في استعراض إمكانيات الروبوتات، وجمعت المسابقة بين حب وهواية العلوم من ناحية، وروح المنافسة المحببة إلى الأطفال والمشاركين من ناحية أخرى. المسابقة أقيمت على مسارين، الأول بطولة تحدي الطاولة، والثانية بطولة تتبع الخط بالروبوت. وأظهر التنافس المواهب الإبداعية والابتكارية للمشاركين من مختلف الأعمار في مجال التكنولوجيا، بما يعد بمولد أجيال قادرة على تحدي متطلبات العصر. تنظيم اليوم الختامي كان من نصيب مدرسة زينب الإعدادية المستقلة للبنات وبرعاية المجلس الأعلى للتعليم، أما كأس التتويج فكان من نصيب مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية للبنين. فقراتنا مشاهدينا مستمرة في الصباح رباح وياكم، فاصل قصير ومن بعده نتابع المزيد من الموضوعات، انتظرونا. We'll be right back.